بالنسبه للبنات اللي سولوني شنو نوع الكريم اللي كندير لوجهي، ف لانكوم مؤخرا جربته وعجبني، فشريت هذا السيت كامله كما كتشوفوا، كريم ديال الصباح وديال الليل والسيروم، وهادو جاوني جيفت من لانكوم، كريم الصباح المساء ريسي. السلام عليكم، كي راكم؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ واش راكم مباركه؟ ما يدخل لكم هذا رمضان بالصحه والعافيه ان شاء الله باش ما تمنيتو. اذا مرحبا بالناس اللي مشتركين في القناه والغير المشتركين. هذا الفيديو اللي غادي نسجل اليوم معكم تحت طلب بعض المتتبعات، قالوا لي بغينا نعرفوا شنو المنتجات اللي كتستعمل للبشره. اذا انا البنات الا لاحظتوا معايا هنايا دو بعض الزيوت اللي كنستعمل، زيت الارغان، زيت الورد، او سيروم هذا راح تسال ليا، فيشل سيروم، سيروم ديال الوجه مع ديال الكولاجين، كذلك فيشل تونيك. وغادي نهضروا على هاد ستريبس اللي كيداروا النقط السوداء في الانف، كذلك كنستعمل هادو شريتهم فايف بيلو، هادو كي ديال بلاك شاركول سيريز، هذا بالفاخر بالنسبه اللي عنده دوك النقط السوداء اللي كتكون في الانف وحتى في الجبهه. وهذا كذلك ماسك راه قريب يتسال حتى هو من فايل بيلو ديال الخز، كنقولوا ليه الخز ديال البحر. اذا هذا منه ماسك ومنه سكراب، حتى هو كنستعملو لوجهي. كذلك هذه فرشاة كتعاوني من كندير رغوة فيها، كتعاوني كدير لي الرغوة وحتى كتنشط الدورة الدموية. كنستعمل كذلك دي ماسك، هادو مرة هذا ماسك ديال تهود الوجه بالليمون، وهذا ماسك اندر اي تحت العينين، هادو كنستعملهم مرة. وبالنسبه ل كنستعمل الفيشل وايبس ديال هذا جابانيز تشيري بلوسوم، جربته مع انا فور سنسيتيف سكين، ما عندي مشكل، عندي البشره حساسه. اذا هذا اي واحد، انا بغيت نقول لكم كنستعمل هذا اي نوع ممكن تستعمليه. او كنستعمل كذلك لانكوم وكلينيك، هادو هما اللي لقيت فيهم راحتي، ما تديروا ليا لا حساسيه لا والو. اذا عندك هذا كلينيك، هذا من بعد ما كتنظفي البشره ديالك بهذا، هذا في حال تونيك كتديري غير شي شويه في القطن وكتنظفي به البشره ديالك. هو هذا شويه مجهد، حاولي تبعديه من حدا عينيك. كنستعملوا الصباح والمساء، تنظفي وجهك بهذا، في حاله ما بغيتيش تغسلي وجهك كتنظفي به بالقطن وعاد كتبعي لي هذا. هذا سيروم ديال رينكل كوركتين، تيصحح على كيحاول دوك الخطوط الرفيعه اللي كتكون في الوجه، كيحاول انه ما تزيدش تكاثر، تيخففها. وهذا كذلك لانكوم حتى هو، هذا اي ميك اب ريموفر، هذا من كتكوني درتي الميك اب مثلا فحال ماسكارا ولا شي حاجه تحت عينيك ولا فوق عينيك كتمسحي بها. هذا زوين لطيف على البشره لانه كي فيه ماده زيتيه، فمنو منو كتمسحي المكياج ومنو كيرطب لك وجهك. وكذلك كنستعمل هذا كولاجين، هذا مرطب، هذا كنديرو مره في النهار ملي كنبغي نعس.
وخصوصا دابا الحال بارد خص ديما البشره تكون تعتني بها. كذلك هاد لا تروس جاتني معاها جيفت كما شفتوا في اول الفيديو، من كتشري هادو لينا شويه طالعين في الثمن، من كتشريهم كيشبعوك هدايا. بحال مثلا هذه كنت شريتها 110، هذه 110 ولكن راه تستحق، لان كيجيو مع هذه جيفت هدايا ب 110 دولار. بغيت نفتح لكم هذه تشوفوا شنو فيها الداخل. اذا هذه البنات كتجي فيها كريم ديال الصباح وديال المساء، راني كملتهم. هذا غزال كتغسلي به وجهك، فيه الرغوه شويه ماشي بزاف، مرطب منه كتنظفي به الوجه ديالك، ومنه ما تحتاجيش انك ديري شي كريم من مورا، اصلا هو مرطب. فهذا اول مني بزاف كريم موس كونفور ديال لانكوم، وكيجي معاه حتى واحد ادفانس سيروم ديال الوجه كذلك. وهذا كريم اللي تقدري ديريه في الصباح، يعني واخا تكون شميشه تعمليه، راه فيه سان سكرين 15. اذا انت هذا مزيان، ما كيعمل لي لا حساسيه لا والو، كنرتاح من كنديرهم. وبالنسبه لهذا حتى هو موستر سيرج، هذا حتى هو مرطب ديال كلينيك، جربته حتى هو مزيان، ما دار لي لا حساسيه لا حبوب لا حتى حاجه. نوريك الكثافه ديالو كيفاش عامله من الداخل هكا، فيه ريحة ماشي قاصحة، زوينة خفيفة. إذا هذا كنديرو كما قلت لكم، هو مرطب بالألوفيرا، كديريه الوجه ديالك من بعد ما كترجعي من العمل، كل وجه ديالك منهك يعني ضروري ديري شي حاجة خلال النهار للوجه ديالك. بالنسبة حتى هادو شريتهم غير البارح، هادو بحال اللي قلتي تبييض فوري ومؤقت، إلا كانت عندك شي عزومة ولا كبيض السنان. شريت هذا ديال كوكنت أويل ديال جوز الهند، وهذا النوع، هذا تلت أيام تخيطمو ديال تلت أيام. انا نوري لكم نحلها لكم ونوريكم الطريقه ديالي كيفاش. اذا البنات هادو راه شريتهم غير من دالر تري، شي بالخطر دالر تري كيجيب شي اشياء اللي زوينه. هادو دي بوند او بيان دي ستريبس اللي كديريهم فمك، استسمح سنيناتك، كيبيضوا الاسنان ديالك. اذا هاكي دايره، ما بغيتش نفتحها حتى نصايبها باش ما تخسرش ليا. المهم كتكون واحد ستريب وكتحيديها وكتلصقيها في سنانك، هنايا راه كتشد لك سنان الفوق والتحت، نتمنى تكوني كتشوفوه صافي. وكتخليها واحد هيا واحد 30 مينيت، واحد نص ساعه وهي فمك في سنيناتك صافي، كتحيديها وكتشوفي الفرق، كيبيضوا لك سنيناتك. اذا فيها ثلاثة يعني ثلاثة ايام، بعد ثلاثة ايام كتشوفي النتيجة. وهادو البنات ديال اللي عنده لي بور، اللي عنده نقط سوداء في الانف ديالو، حتى هي كيكون وجهك بعد اول حاجة اغسليه وما يكونش فيه حتى شي كريم ولا شي زيوت، وصافي كديريها على النف ديالك وكتحيديها وكتشوفي. هذه جربتها فعاله، كتشوفي دوك كاع داك الشيء، دوك البقايا ودوك الزيوت ودوك واحد الزغيبات رقاقين حتى هما كيكونوا هنايا معاها، كتحيديها، من كتحيديها كيبانوا.
هذه كنديرها مره مره. هذو يعني الاشياء اللي كديرها مره هكا جوج مرات في السيمانه. نلبي طلب بعض المتتبعات. وهذا قبل ما ننسى، هذا قماش ديال ليب سكراب، قماش ديال الشفتين، خصوصا هذا البرد كتقشر لينا فمنا. هذا قماش شنو فيه؟ بحال القماش اللي كنعملو ديال الزيت مع سنيده، بحال هكاك. هذا كتديري به كيرطب لك، وما كيخليش ديك القشره في فمك، وكيرطبو دايرينو بمكونات ووتر ميلون بالدلاح، ولا شنو كيقول لك ولي الدلاع ولا الدلاح، المهم ووتر ميلون. اوكي، اذا الاشياء اللي كتعتني بها ماشي ضروري انها هاد الاشياء تكون غاليه. كيما قلت لكم، كاينين المنتوجات اللي خديتهم من فايف بيلو، كاينين المنتوجات اللي خديتهم من دولار تري، اللي خديتهم من ميسيز لان هما اللي وافقوني، هما كلينيك ولانكوم، كريمه الصباح والمساء، وباش كان يعني باش كنتهلا في البشره ديالي. اذا شكرا على مشاهده هذا الفيديو مره اخرى، واراكم في فيديو قادم ان شاء الله. واللي كنوصيكم البنات هو ديما البشره تكون رطبه، ماشي ضروري انك تكثري عليها المنتجات. الا كان عندك غير منتج واحد، زيت الورد راه موجود، والسيروم وكريم هذا راه يعني فقط راه كافي. وكذلك تستعملي ليكرون ديال الشمس ملي كتكون الشميسه. اذا شكرا، واراكم في فيديو قادم ان شاء الله، ودمتم في صحه يا رب. مع السلامه.